مساء الخير واهلا بيكم وحلقة جديدة من منتهى الجمال. الضغوط الحياتية والضغوط النفسية اللي كلنا بنمر بيها بلا استثناء، مش عاوزين ننكر ده. احنا السنة دي وخاصة الفترة دي وبالاخص الفترة اللي فاتت بتاعت الحظر والحبسة اللي احنا شفناها ايام كورونا، كلها ضغطتنا نفسيا وخلتنا يعني مش احنا. معظم الناس بسبب الأحداث اللي بتحصل وبسبب الحجر اللي حصل أيام كورونا وبسبب الأخبار اللي هي للأسف بتحدث السنة دي، خلت الناس تكون مضغوطة نفسيا وتعبانة نفسيا، وللأسف في بعض الناس وصل للمرض النفسي. التعب النفسي أو المرض النفسي مش عيب، العيب إن إحنا ننكره وما نبدأش في رحلة العلاج المبكر، ومش بنمشي بمبدأ الوقاية خير من العلاج. طيب هل أي حد كده أروح، يعني لما أنا أتعب نفسيا هل أروح لأي حد ولا لازم يكون متخصص ولازم يكون عنده خبرة، ولما أطلب المساعدة فعلا يساعدني؟ مش بس كده، المكان كمان، المكان لما أنا أنوي أروح علشان في رحلة علاج نفسي أو عندي ضغوط أو مشاكل، برضو المكان يفرق. المكان من ده متخصص ولا لأ، المكان مؤهل ولا لأ، الأطباء والمعالجين السلوكيين اللي فيه كلهم عندهم خبرة وفعلا هيقدروا يساعدوني ولا لأ. وبسبب الموضوع ده احنا النهاردة قررنا ان احنا يكون معانا واحدة من أهم المؤسسات للصحة النفسية في مصر، بدأت بفرع وأصبحت دلوقتي عدة فروع وفي القاهرة وبتمتد خارج القاهرة. النهاردة بنحظى بلقاء مع أعمدة من أعمدة هذه المؤسسة، مؤسسة المشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان. هم يعني بعض الطاقم في هذه المؤسسة العظيمة، هم أعمدة، هم ليهم دور كبير جدا في نجاح هذه المؤسسة. النهاردة معانا ومعايا معاكم ومعايا النهاردة الأستاذ محمد صلاح، مسؤول العلاقات العامة بمؤسسة المشفى. أهلا وسهلا أهلا بحضرتك. بك يا أهلا بحضرتك. ومعانا كمان دكتور محمد مناع. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك، طبيب نفسي في مؤسسة المشفى. أهلا بحضرتك، برحب بيكم. أهلا وسهلا بيكم. أهلا بحضرتك. احنا كنت يا دكتور محمد كنت لسه بتكلم بقول ان كورونا لما جت والحجر والناس اتخنقت والناس، احنا مثلا انا من الناس اللي يعني قعدت في الحظر بصراحه في البيت، فكنا كلنا بلا استثناء كده بنتضايق، فاول حاجه بنعملها بنمسك السوشيال ميديا، قعدنا كده بنبص. طبعا جالنا ذهول، يعني كل الناس، انا مسكت كده الحاجه لقيت كل حاجه، افتح اي حاجه سوشيال ميديا على اي موقع الاقي فضايح، فضيحه كل شويه، فضايح يعني افتح الفيس فضيحه، يوتيوب فضيحه، لا وبيتفننوا في الفضايح، ولا ووصلت ان هو يفضح نفسه، يفضح اهل بيته للشهره وجلب المال، وخلاص بقت موضه دي. احنا اولا كده عايزين نعرف من حضرتك ما هو تعريف الفضيحه في علم النفس. بسم الله. هو تعريف الفضيحه في علم النفس، كلمه فضح هي معناها تعريض وكشف عيب او خطا او خطيئه، يا اما عند شخص يا اما عند مجموعه او حتى مؤسسات. تمام. يبقى هو كشف او تعريض عيوب عند مجموعه من الاشخاص او شخص واحد حتى بعينه او مؤسسة. اسرار مثلا، او فتح ما هي سر مثلا عند شخص. ما هو السر دايما عشان بيتخفي دايما بيبقى مستور وراه عيب او مستور وراه خطا الانسان عايز يتفاداه. كلمه الستر في حد ذاتها ان انا بغطي شيء انا مش عايزه يبان للاخرين، يا اما هيعمل لي اشكال يا اما هيسبب لي اذى. فبالتالي التعريف في علم النفس بيقول هو كشف وتعريض خطأ أو عيب عند شخص ثم إشاعته. إشاعته دي بقى طب إحنا بقى نعرف بقى دي صناعة الفضيحة. هل صناعة الفضيحة بيبقى ليها تكنيك معين وطريقة معينة، ولا هم بيشتغلوا بشكل عشوائي ولا ممنهج يعني منظم؟ يعني حسب صناعة الفضيحة. يعني صناعة الفضيحة بشكل فطري كل إنسان عنده أساليب الأذى. يعني إحنا بنتكلم إن الفضيحة دافعها الأذى، فمبنيه على مبدا اسمه مبدا التلصص، انه الانسان عشان يفضح حد او مؤسسه تفضح حد او حد يفضح مجموعه من الافراد او يفضح مؤسسه ايا كان التعبير، فالمبنيه على مجموعه من الخطوات. اول خطوه انه الشخص نفسه
عنده دافع ان هو يأذي، ده رقم واحد. رقم اتنين بيشوف الشخص اللي قدامه المؤسسة اللي هيأذيها ويبتدي يدور على النقط السلبية ويدور على عيوبها بأي طريقة من الطرق، ومبدأ بيبقى مبدأ التلصص عادة، يا إما بيرشو آخرين يا إما بيستمع إلى ما لا يجب أن يستمع إليه. المهم إن هو بيبحث بشكل ما أو بآخر عن العيوب والأخطاء والخطايا اللي موجودة في هذا الشخص أو في هذه ويبدأ المؤسسة، بقى ايه يعرضها بقى ونعمل عليها سبوت. هنا بقى هو هيبقى محتاج بقى خلاص انا وصلت للماده اللي هفضح بيها، في المقابل لازم يكون في الاداه اللي هفضح بيها. وهنا طبعا السوشيال ميديا الفيسبوك الكلام ده. طيب انا هرجع لحضرتك. وعايزين بقى نسال الاستاذ محمد صلاح بقى اللي عامل شغل رهيب جدا في المؤسسه. يعني انا بحيي حضرتك هنا من برنامج منتهى الجمال، يعني انا بشهد لك حضرتك مدير علاقات عامه ناجح جدا. ميرسي لحضرتك. وبصراحه يعني قادر على يعني حل جميع المشاكل الحمد لله، يعني ميرسي خبره ما شاء الله، يعني قادر على احتواء المشاكل كمان. طيب احنا دلوقتي عارفين ان مؤسسه المشفى واحده من اهم المؤسسات للصحه النفسيه وعلاج الامراض النفسيه والادمان. طيب عايزين بقى حضرتك تكلمنا عن مؤسسه المشفى. تمام. مبدئيا برحب بحضرتك وفريق العمل هنا في القناه، وان شاء الله نقدر نفيد الناس النهارده وتكون حلقه كويسه. هو مبدئيا مؤسسه المشفى للطب النفسي وعلاج الادمان، احنا مؤسسه الحمد لله لينا تواجد بقالنا عدد من السنين. احنا التخصص بتاعنا في مجال الطب النفسي وعلاج الادمان الحمد لله ليه صدى كبير قوي الوقت اللي فات ده ولحد وقتنا هذا. بنحاول ان احنا يبقى مجالنا كله بيصب في للمجتمع المصري وللافراد وبنحاول ان احنا نعالج ظاهره من اكبر الظواهر اللي موجوده حاليا في المجتمع عندنا، وهي ظاهره ادمان او الجهل بالعلاج النفسي او الصحيح. المرض النفسي السليم والصحيح. مظبوط. ده بشكل مختصر المؤسسة بتاعتنا. لو هكلمك عن اتجاهاتنا خدماتنا، احنا طبعا معنا دكتور محمد هيفيدنا اكتر في الجزء الطبي. هو احد افراد الفريق الطبي اللي موجود، والحمد لله عندنا كوادر محترمه جدا من الاطباء. طبعا هو فعلا الطاقم الطبي في المؤسسه فعلا متميز. مظبوط. وهو يمكن دي نقطه من النقط المهمه جدا اللي مركز عليها دكتور بلال زين المدير التنفيذي للمؤسسه. هو يعني انشأ بالفعل كوادر في كل اريا تخص العمل داخل المؤسسه بشكل كامل وبشكل ممتاز جدا، وده اللي صداه واضح ومخلينا ناجحين ولينا سمعه كويسه. ايوه طبعا الاداره هي اللي بتنجح فعلا كل حاجه. مظبوط الحمد لله. اوكي طيب احنا هنرجع لك تاني. أوكي. ونرجع لدكتور محمد مناع. عايزين نعرف الموضوع بتاع، بنكمل كلامنا عن الفضيحة ونعرف سيكولوجية الفاضح ايه ده؟ السيكولوجية بتاعته يعني السيكولوجية اللي هو هنبتدي نشرح نفسية الشخص اللي بيمارس الفضيحة. احنا بدأنا بكلمة مبدأ التلصصية، ومبدأ موجود عند الجميع. مرات الإنسان يمارسه ومرات لا. طيب مين الشخص اللي هيمارس الفضيحة؟ هو شخص يشعر بالغضب، شخص يشعر بالغضب، والدفاع النفسي اللي موجود ورا الغضب ده يسمى بالكبت. ففي ناس كتير عندهم الدفاع النفسي ده بيمرسوس اسمه الكبت. مرات يكون كبت الغضب جاي من التربية، جاي ان هو غير منتج، ما فيش، اقتصاداته ضعيفة، علاقته يعني قصور نقص عنده، في دايما مشكلة عنده هو بيكبتها. ممكن يكون كبت جنسي، اي نوع من انواع الكبت اللي هو ما فيش توازن ما بين مبادئه الشخصية وما بين الواقع اللي موجود اللي بيمارسه في الشارع، يعني صراع داخلي. صراع داخلي. فبيشكل عنده كبت، ما بيعرفش هو ينفس هذا الشعور اللي هو الغضب تجاه شخص معين او تجاه الحياة بشكل طبيعي، وبالتالي بيلجأ لفكره الاذى. انا مش عارف اكون انسان طبيعي، بالتالي انا هاذيك، انا هدرحك، انا هاشعرك بالعار. فيبقى الغايه النهائيه احنا زي انتقام كده يعني. طبعا يعني. طبعا يعني احنا بدانا انه المبدا الدافع الاساسي الغايه هي اشعار الاخر بالمذله والعار. طيب يا دكتور، ده بالنسبه لي هو بيفضح الاخرين، عرفنا ان هو عايز يشوه الصوره. طب تقول ايه لحضرتك، يعني حضرتك تقول ايه للي بيفضح نفسه؟
اليوتيوبرز اللي بيقعد يفضح نفسه ويفضح اهل بيته بينتقم من نفسه؟ لا لا، هنا الغايه تختلف والدافع يختلف تماما، لانه الناس ديت ما بيستشعروش الفضيحه، هم من جواهم ما بيشعروش ان دي فضيحه، ما بيخجلوش منها، انما الشخص الاخر اللي هو طب ما كده سايكوباتيك، لما انا ما يكونش فيه بقى ضمير وما عنديش يعني ممكن يكون في اضطراب بعمل سلوكي، الحاجه بدم بارد لا، في اضطراب سلوكي واخلاقي اساسي، انا بحاول بس اصل هفضح نفسي عشان الفلوس وافضح نفسي. لا يعني اعتقد ان دي عاده احنا اكتسبناها مؤخرا من الثقافه الغربي اللي موجوده في هوليود دلوقتي، موجوده في بلدان غربي كتير، اللي هو فكره ان في ناس مشهورين او في ناس على باب الشهره وبيحاولوا يزودوا الشهره ديت، اللي هو البحث عن الشهره، فبيبتدوا يمارسوا فكره ان انا بعرض حياتي الاسريه او حياتي الشخصيه على الملأ، في حين ان ده مش من طبع مجتمعنا، طبعا مجتمعنا محافظ ما بيميلش دايما للحاجات دي خالص، لكن احنا اكتسبناها في فتره احنا فيها مرهقين على المستوى الاجتماعي، عندنا اكتئاب اجتماعي، يعني احنا دلوقتي عندنا اكتئاب اجتماعي بيخلي ناس كتيره محبطه شويه، ناس عندها شويه ملل، فالملل دوت احنا بنعمل قصاده ايه؟ لا، بنبحث عن الفضائح حتى تشعرنا ان احنا افضل احيانا من الاخرين. يبقى دي inferiority complex. طبعا طيب احنا هنرجع لحضرتك تاني استاذ محمد صلاح. احنا دلوقتي عاوزين نعرف، يعني انا عارفه ان حضرتك قد ايه المسؤوليه كبيره عليك في المؤسسه، عاوزين نعرف الصعوبات اللي ممكن يعني واجهتك، ويعني ايه اغرب حاجه واجهتك او كانت فعلا صعبه، بس طبعا حضرتك بقى باسلوبك وبطريقتك وبخبرتك قدرت انك تواجهها وتتغلب عليها. تمام. هو مبدئيا بس احنا قسم العلاقات العامه عندنا في مؤسسه المشفى الحمد لله بيتكون من فريق كبير غير محمد صلاح، بشهد له طبعا بالنجاح وبالقوه وبالخبره وبالتعاون، يعني ولولا وجود الفريق ده ما كناش حققنا حاجه يعني. اللي هو زي خليه نحل، يعني انتوا كلكم كده خليه نحل، اللي هي كله كده بالظبط، غايه واحده وايد واحده. احنا يمكن في المؤسسه بشكل عام من اصغر حد لاكبر حد، سواء كان فريق طبي، سواء كان الفريق اللي يخص الاخصائيين الاجتماعيين، قسم العلاقات العامه، يعني احنا كلنا يعتبر اسره. اسره يعني تيم. بالظبط، انتوا تيم، مفيش حد متفرد بالعمل. بالظبط، وكلنا بنكمل بعض، ويمكن ده كان سيستم كويس جدا ان احنا شغالين بيه، ان كل حد من الفريق القائم في المؤسسه هو بيكمل التاني، كل واحد في الجزء اللي يخصه، وكل واحد في الاريا اللي تخص شغله يعني. بالنسبه لاكتر حاجه مرهقه بنقابلها، يمكن مش انا لوحدي اللي بقابلها، او هو اي حد في المجال ده هيكون بيقابلها، ان احنا بقينا في وقت للاسف النسبه الاكبر، وده واضح في المعدلات لحد وقتنا هذا، ان بالفعل في جهل في مجتمعنا، وده مش لسه ناشئ دلوقتي، احنا اللي فيه دلوقتي ده نتيجه عن سنين فاتت في كل بيت في مصر، في كل اسره الناس عندها جهل بالمرض النفسي، بالسلوك النفسي، او بيتحرج يقول لا ما اقولش ما اروحش مثلا دكتور نفساني، الناس هتقول عليا مش عارف يعني ايه، ما ينفعش اودي ابني للدكتور، ما ينفعش اودي بنتي للدكتور، ما ينفعش. خاصه بتقابلي الاحراج ده في حالات كتير قوي تخص الحالات الادمانيه، لو هي بنت او انثى يعني مش ذكر، بتلاقي فيه خجل شديد قوي من الاهل، فانت طبعا بتمري بمراحل كتير قوي، ويمكن ده اللي احنا بنقوم بيه كقسم علاقات عامه بالفريق اللي موجود معايا الحمد لله، ان احنا بناخد مرحله كبيره جدا في الاول عشان نبتدي نقطع شوط، ان احنا تقنعه ان هو يبقى راضي ويتقبل منكم العلاج. بالظبط، يعني بحاول انقل الوعي والنضج في النقطه دي للاهل، سواء كان الاب الام، وهنا بيبقى الموضوع مرهق بشكل طبعا انت بتغير يعني عارف افكار حد، وده اللي عاجبني في مؤسسه المشفى، ان هو مش موضوع انتوا بتعالجوا الناس وخلاص اللي عاوز يجي، لا ده انتوا كمان بتقعدوا تتابعوهم. بالظبط، يعني تتابعوهم وبتسالوا عنهم وعملتوا ايه. بالظبط، دي حاجه فعلا يعني بتميزكم. هي 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 دي نقطه مهمه جدا، وكويس ان انت ذكرتيها، لان كتير قوي بقابل من الاهل المتدربين، سواء كان ولد او بنت، ان الناس عندها تجارب قبل كده. في ناس على فكره خدت تجارب، ومن كتر الفشل للتجربه، سواء لعلاج مشكله نفسيه او مرض نفسي او في علاج الادمان، وده بنقابله كتير جدا، بيبقى فاقد الامل، خلاص انا ما فيش حاجه هتنفع تاني مع ابني، ما فيش حاجه هتنفع تاني مع بنتي، وانا
فهنا بتبقى النقطة المهمة جدا في ان انت ازاي يبقى عندك حاجة مختلفة عن التجارب اللي فاتت، ومن هنا اتزرع من هنا ياتي التميز. يعني الحمد لله بيجي احنا في حالات بتبقى مستمره معانا المتابعه بتاعتها لمده طويله جدا، وبالمناسبه وبتتابعوا كمان، الميزه ان انتوا بتتابعوا. لا لا ده بيحصل بالفعل، مش كلام عشان أيوة انا حضرتك هنا، بس الفكره انه على فكره بالمناسبه بيبقى دون مقابل مادي. ايوه من يعني عارفه انتوا بتتابعوا فعلا كده، كان خلاص بقى اسره بالزبط. يعني افراد اسره وانتوا بتتابعوا، دي حقيقه. وده ليه سبب علمي واضح، ان 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 المفروض نشء مجتمع جديد بفكر جديد بلايف ستايل جديد عشان هو يتغير اللايف ستايل بتاعه. بالظبط، وده بيبقى روت مهمه في المشكله، سواء كانت نفسيه او مشكله ادمان عندنا في المؤسسه بنقابلها، والحمد لله نقطه يعني مميزانا عن 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 ايوه طبعا عن اي مؤسسه ثانيه. بالظبط بالظبط. طيب احنا عاوزين نشوف لو في صور جاهزه يا جماعه، احنا عاوزين نشوف صور للمؤسسة، لو جاهزة الصور على الشاشة. يعني احنا نكلم دكتور محمد مناع لحد ما تحضروا الصور. طب احنا مش شايفينها، مش شايفينها. طيب دكتور محمد، احنا دلوقتي هنرجع لموضوع الفضيحة والفاضح وسيكولوجيته. احنا عايزين نعرف هل الفاضح ده اللي بيفضح يعتبر مريض نفسيا محتاج العلاج، ولا ده حاجة عادي؟ لا طبعا مش حاجة عادي. هو طيب احنا معلش بس هنشوف الصور. تمام. استاذ محمد صلاح. أيوة. انت بقى تعلق لنا. هي دي بقى دي الصور المؤسسه. دي صور من داخل احد فروع المؤسسه عندنا. ما شاء الله مجهزه. غرفه النوم. ده فرع تاهيل الحالات الادمانيه. طبعا للتواصل مع مؤسسه المشفى الارقام قدامكم يا جماعه، تقدروا تتواصلوا معاه. ايه المكان الجميل ده؟ حضرتك يعني مريح للاعصاب، واختيار الالوان يعني لا ومختارين الالوان كمان، يعني ما هو يعني فعلا تريح الاعصاب. الحمد لله يعني الموضوع عندنا لا ومهتمين بالديكورات و فعلا عشان حتى النفسيه. النفسيه انا نفسيتي ارتاحت. انا هاجي اقعد عندكم شويه من غير اي حاجه. دي كلها صور من داخل. من داخل ده الداخل بتاعكم. فعلا مريحه نفسيا، والاضاءات حتى يعني اختياركم للاضاءه برضو يعني ما شاء الله، يعني كل حاجه بروفيشنال. الحمد لله وصلنا لشكل كويس، ودي حاجه انا هنكمل عليه ان شاء الله. ده جيم. الجيم طبعا. جيم كمان. عشان مثلا جيم. يلعبوا رياضه. الرياضه بالزبط. دي كويسه قوي في حالات العلاجات. الجزء العلاجي الترفيهي ده موجود عندنا بالفعل، مش في جيم بس. والرياضه دي اساسا علاج. طبعا لاي طبعًا. حاجه. صحيح. ده بقى الخارج. ده فرع تاني. من فروعنا اللي يخص التشخيص النفسي او الحالات التشخيص النفسي. اللي هي بقى الحالات النفسيه. بالظبط. والفرع ده يعني الحمد لله محقق نجاحات كتيره جدا. واضح. وقائم على فريق طبي ناجح كويس جدا. وفريق من التمريض محترم جدا. والمساحه كمان انا ملاحظه. المساحه طبعا. والحدائق طبعا. منظمه، هندسه يعني هندسه زراعيه دي. طبعا دي من ضمن الشروط اللي كان لابد من توفرها. لا فعلا مريحه للاعصاب بجد والله، يعني من غير حاجه بجد. احنا كده رجعنا. دي بقى صور مكرره. اوكي. طيب نرجع لدكتور محمد مناع ونسال حضرتك، كنا بنقول هل الفاضح يعتبر مريض نفسيا محتاج العلاج ولا عادي؟ طبعا هو مريض نفسي. احنا اتكلمنا على فكره الدفاع النفسي اللي هو الكت. ناس كتير قوي بتمارسه، كل البشر بيمارسوا الكت، لكن لما يبقى بتمارسه بشكل دائم وبتمارسه في كل سلوك في حياتك، يبقى هنا في مشكله، بيبقى في امبلسيفيتي عاليه. الانسان ده غير قادر على التحكم في مشاعره، وبالتالي ما بيعرفش ينفس عن المشاعر الطبيعيه بتاعته في المجتمع بشكل طبيعي، فبيبتدي يؤذي الاخرين حتى يكونوا هم زيه. يعني انا مش عارف اكون انسان طبيعي، انا هستمتع بفكره ان الاخرين هم كمان يكونوا مجروحين او مأذيين. لا، وهي حته الفضيحه ايه؟ ان انا لما حد قدامي مفضوح انا بحس بكسره. اولا المفضوح ده بيبقى مكسور وعنده ده ايه؟ ده هي غايتها العار، الاحساس الكسره دي والمذله قدام انت مذلول. الغايه النهائيه من فكره الفضيحه هي الاذلال. الانسان وصل من القسوه
ومن الغضب الشديد اللي موجود جواه، انه من الكراهيه انه بيتلذذ باذى الاخرين، ان هو يذل الاخر حتى يتلذذ، انه يشوفه مكسور، عشان لما الراجل الطبيعي ده يكون مكسور او المجتمع ده يكون مكسور هو هيحس ان هو زيه زيهم، او هو بقى انسان او انا يعني احسن منك لو لو يا زيك على الاقل، له شكل تسلطي عليه، ان هو انا اقدر احكم عليك في الوقت الحالي، انت كمان عندك مشكله شكلها 1 2 3. النوعيه ديت عندها مشكله الغضب عاليه، وبالتالي ممكن يكونوا محتاجين ادويه، ممكن يكون في ديبريشن، اكتئاب مزمن اساسي، في امبالسيفتي عاليه، ممكن يبقى محتاج مود ستابلايزرز تتاخد. الناس دي محتاجه سايكوثيرابي، محتاجه جلسات علاج نفسي وسلوكي. المشكله في الاساس سلوكيه، احنا بانت عندنا قوي في الفتره الاخيره، لما احنا زي ما قلت حضرتك في فتره الحظر، لما كلنا استشعرنا الملل والزهق، فبقينا كلنا قاعدين على وسائل التواصل ميديا ونتفنن طب مش نمارس ده بشكل ايجابي، لا، حصل انه احنا شفنا اوقات كتير حاجات سلبيه جوانا بتطلع وبنأذي بعضينا. فهو دوت الشكل اللي احنا مش عاجبنا، ممكن الناس تفرح بيه في الاول وتتلذذ، لكن في الاخر هي مصممه وفاهمه ان الراجل ده مريض، انه الفاضح ده مريض. تمام. طب هل في مؤسسه المشفى جالكم قبل كده حالات مثلا حد شغال على الفضايح او بيفضح الاخرين او نفسه، جالكم قال لكم انا عندي مشكله اللي انا عايز افضح نفسي وافضح الاخرين، ولا ما حدش؟ لا لا، ده مش طبيعي او مش منطقي اصلا. يعني مريض مثلا قاعد مع حضرتك، قلت له مشكلتك ايه؟ قال لك والله انا بتلذذ بالفضايح. لا لا لا، انا هقول لحضرتك احنا حتى بنسميها عندنا بشكل ما اللي هو انسان، يعني ما فيش، لا اقصد اقول ان ما فيش حد حالات. لا انا هقول لك يا موجوده عندنا بتبقى، لا جه إيه قبل كده مريض قال كده؟ ده اللي عايز اوصله. ولا لا لا لا، ما حصلش ان في حد جاي قال انا بمارس فكره الفضايح او بعمل كذا واحنا بنعالجه. لا، فكره الممارسه الفضيحه او السلوك دوت هو جزء من سلوك مرضي كامل. تمام. بالتالي الانسان ده بيبقى عنده مرض نفسي، بيجي لي مرض ادمان، معظمهم بيمارسوا الادمان، وتحديدا الحاجات اللي بتهدي الاعصاب وبتعمل ريلاكسيشن عشان خاطر الغضب المكبوت ده كله. انا بكتشف بقى السلوك الفضائحي دوت جواه وانا بعمل معاه جلسه السايكوثيرابي، او الاخصائي النفسي او المشرف النفسي بيمارس معاه العلاج، بيكتشف ده وبيشاور له عليه وبيقول له ازاي هنعالج هذا السلوك. بيكتشف بقى ان هو ازيف حياته لفتره طويله. تمام. فبنبتدي نعالج انا. يا ربنا يشفي الجميع. طيب استاذ محمد صلاح، احنا عايزين نعرض الصور يا جماعه، في صور تانية مهمه عن المؤتمرات بقى. فانا اهي على الشاشه حضرتك بس توضح. تمام. ده كان مؤتمر تثقيفي اتعمل من مؤسسه المشفى، ده دكتور بلال زين. طبعا بنوجه له التحيه للدكتور بلال من هنا، راجل ليه مجهودات كبيره جدا والناس كلها بتشهد له بكل خير، يعني بنوجه له تحيه ودعوه انه يكون معانا ان شاء الله. ده كان في المؤتمر. طبعا المؤتمر ده شهد تكريم الفريق كامل القائم على مؤسسة المشفى عندنا. تمام. من دكتور بلال زين، وحضروا كوادر طبعا كبيرة جدا. ده كان في مؤتمر إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان حضروا بحضور مؤسسات كتير، وكان بالتعاون مع مؤسسة المشفى، وكان في حضور مميز لنائبة وزيرة التخطيط، وكان في قامات في الدوله في المؤتمر ده. هي الصور هنا بتتعد. هنا بالمناسبه كان تعامل مؤسسه المشفى مع حي الويلي، فان احنا نزلنا في حي الويلي، وكان في تعاون كبير جدا وكويس جدا من سياده اللواء هاني رضا رئيس حي الويلي، وكان في برضو بمشاركه كيان الازهر معانا وكنيسه الظاهر. كان مؤتمر ناجح جدا، وكانت ندوه كويسه جدا قدرنا ان احنا نطلع بيها بحاجات كويسه. ومن ضمن تعتبر من ضمن الاعمال الميدانيه للمؤسسه بتاعتنا دي كانت ندوه بالتعاون مع حزب اراده جيل. دي تمت في مقر الحزب الرئيسي في وسط البلد، كان برضو بحضور رئاسة الحزب ولجنة الصحة ودكتور بلال زين، وكان في نخبة كبيرة جدا. هنا كنا في اسكندرية، دكتور بلال زين، سيادة المستشار هاني الكردي، الأمين العام لشؤون النقابات في حزب الحرية في اسكندرية، راجل متعاون وبيقدم كتير جدا، ويمكن التعاون من خلال سيادة المستشار في محافظة زي اسكندرية خلانا نتوغل شوية وخلانا نقدر نقدم خدمات أكتر، لأنه ساعدنا في حاجات كتير بصراحة.
وكان في الـ في الـ في التكريم في المؤتمر ده تم تكريم برضو والتعاون المشترك ما بين مؤسسه المشفى وسياده المستشار هاني كردي. وبالمناسبه احنا اتفقنا على استقبال 5 حالات من محافظه اسكندريه دون اي مقابل مادي. انا سمعت عن الكلام ده. طبعا احنا لو قعدنا نتكلم عن مؤسسه المشفى هي عايزه لها سلسله حلقات طبعا، ودي يعني كده نعتبره ورم اب، لان للاسف انا بصراحه يعني الكلام ما خلصش. تمام. بس للاسف الوقت خلص، وانا بشكر حضرتك استاذ محمد صلاح. كان معانا النهارده استاذ محمد صلاح مسؤول العلاقات العامه بمؤسسه المشفى، شرفتنا. ومعانا دكتور كان معانا دكتور محمد مناع طبيب نفسي مؤسسه المشفى. والله انتوا شرفتونا، ونتمنى طبعا اللقاء ده يتجدد تاني. وكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، على وعد بلقاء في حلقه قادمه. الى اللقاء.